السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة جديدة في أسعار اللحوم، والكيلو يصل إلى 200 جنيه رغم تراجع الطلب. قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا جديدا مع بداية الأسبوع الجاري بقيمة تتراوح ما بين 5 جنيهات و 15 جنيه. وأضاف عبد الباسط لمصراوي أن سعر كيلو الكندوز يتراوح من 180 جنيه ل 200 جنيه مقابل 165 و195 بحسب القطعية وباختلاف المناطق الشعبية والراقية. وأشار عبد الباسط أن أسعار القطعيات الفاخرة تبدأ من 200 جنيه، وهي الفليتو والانتركوت والكولاتا والبوفتيك والتربيناكو. وأرجع عبد الباسط ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة ارتفاع سعر المواشي القائمة بعد زيادة أسعار الأعلاف وقلة المعروض، موضحا أن التاجر لا يتدخل لرفع السعر، ولكن آليات السوق هي المتحكمة، وخاصة في ظل ارتفاع تكلفة التربية. وأضاف عبد الباسط أن سعر القائم ارتفع بنحو 5 جنيهات للكيلو مع بداية الأسبوع، وزاد سعر كيلو البقري القائم إلى 80 جنيه للكيلو مقابل 75 جنيه الأسبوع الماضي، كما ارتفع سعر كيلو الضأن القايم إلى 90 جنيه مقابل 85 جنيه في الأسبوع الماضي. وأوضح عبد الباسط أن السبب وراء ارتفاع سعر القايم من المواشي وارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المعروض منها. وقال عبد الباسط أن سوق اللحوم يشهد حالة من الركود والهدوء بحركة البيع والشراء لم تحدث من قبل في موسم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين اتجهت هذا العام لشراء اللحوم السودانية والمنافذ التي توفرها وزارتي الزراعة والتمويل. وأضاف عبد الباسط أن كيلو اللحم السوداني المبرد يتراوح ما بين 100 جنيه و 120 جنيه في الأسواق. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكراً.